ولا خاطر اولادك برك رجال معناتها وساسي ان غيل معناتها قاعدين نعيشوا فيه كل يوم. واحد مثلا انا توا مثلا كي ندخل عند عزيزي مثلا حتى في الصيف ما نلبسش نص يد معناتها لازم نلبس مونش لونغ، ولا مثلا نحشم قدامه باش نقول مثلا ماماتي لا كلمه لا لا كهو معناتها تقول لي اعمل لي حاجه نقول لها لا معناتها ولا صح لي عزيزي جدي هذا جدي معناتها معناتها ذوما حاجات صايرين توا في الواقع نتاعنا. هي تحشم باش تقول لأولادها في العمر هذاك اللي هي عرست، الوغ كي مش قاطعة في حاجة حرام، أما فما حاجة اسمها حشمة، فما احترام، فما غيسبي، فهمت؟ دونك بالعكس معناتها ما تسواش حاجة خايبة. راضي عليه دونك كيل سونس معناتها لو بيرسوناج ولا التمثيل ولا شنو؟ والله الحقيقة لو بيرسوناج، خاطر سيغتو احنا تعرف المجتمع التونسي يركب ديما البيرسوناج على الشخص حتى في الواقع حتى في الحياة العادية. هذا صحيح. معناها حكيت عليها برشا وزاد صاروا لي برشا فازات فيسبوك وكل شيء. اما اخزر انا يبعثوا لي مثلا ميساج يقولوا لي يا الفا، انا فما كلمه نجم نقولوا ولا يا الفا علاش تحمل فيها الطفله، فهمت مثلا ولا علاش فسد فيها معناتها ايزون تيلمون كريو بيرسوناج اللي العباد بالحق يسخيبوني انا الفا وموا سام في بليزير اللي العباد معناتها اللي انا تيلمون جيتي كونفينكونت العباد صار فما عباد اللي تعرفني انا بالحق وكل شيء هذوك انا نتقلق منهم مثلا كي يجي معناتها dans le sens où quand on critique le personnage نفرح quand on me critique moi ما نفرحش.